أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 1 in unit 5 which is entitled Inequality. لما نيجي نتكلم عن Inequality هنقول إن Inequality عبارة عن relation between two sides. وزي ما قلنا السنة اللي فاتت في الألجبرا الـ two sides دول لازم يكونوا الاتنين not equal. لكن الـ equation كان الطرفين بيبقوا إيه؟ بيبقوا equal. طيب في حالة لما يكون الـ two sides are not equal هينتج عندي حاجتين، يا إما هقدر أعبر عن الـ two sides بعلاقة أو بـ statement مكتوبة بطريقة سليمة، وفي الحالة دي بقول عليها إن هي true inequality، يا إما هعبر عن الـ relation between الـ two sides دول بطريقة خاطئة وبالتالي هنسميها false inequality. يعني for example أنا عندي هنا الـ triangle ABC عندي 3 sides، كل سايد من دول اقدر اعمل له ميجرمنت عن طريق اللينس بتاعه، وبالتالي انا ممكن اعمل كومباريزون بتوين الايه اللينسز اوف تو سايدز، ممكن اقارن ما بين السايدز دي وبعضها. طيب انا عندي هنا الاي سي والاي بي، الاي سي 5 والاي بي 3، يعني الاي سي از جريتر ذان الاي بي، يعني زي ما انت شايف هنا الاي سي از جريتر ذان الاي بي. انت شايف ايه هنا؟ شايف تو سايدز، التو سايدز الاثنين ار نوت ايكوال. طيب شايف ايه كمان؟ شايف الكونسترين ده، هل الكونسترين ده بيعبر عن الريليشن بتوين التو سايدز بطريقه سليمه؟ اه بالفعل بيعبر عنها بطريقه سليمه، بالفعل الاي سي از جريتر ذان الاي بي، وبالتالي الاستيتمنت دي بقول عليها ترو انيكواليتي. طيب ممكن اعبر عن الاستيتمنت دي بطريقه ثانيه، ممكن ابدا بالاي بي، بس في الحاله دي مش هقول جريتر ذان، هقول ان الاي بي از ليس ذان الاي سي. طيب امتى تكون الريليشن دي false inequality؟ لو جيت قلت لك ان الـ AC less than الـ AB، في الحالة دي بنسميها false inequality. طيب زي ما بقدر اعبر عن relations between sides ممكن برضو اتعامل مع الـ angles عن طريق هذه الـ ايه؟ هذه الـ relation. يعني استعمل الـ statement بتاعت الـ inequality في التعبير عن الـ relations between الـ ايه؟ الـ two angles. زي ما انتم شايفين الـ angle D والـ angle F، الانجل دي is greater than الانجل F. اعبر عن الكلام ده ازاي؟ اقول كده المجر اوف انجل دي is greater than المجر اوف انجل F، دي كده اسمها inequality. طيب وممكن اقول المجر اوف انجل F is less than المجر اوف انجل دي، يعني يا اما اعبر عنها بالصورة دي يا اما اعبر عنها بالايه؟ بالصورة دي. تعالوا نشوف مع بعضنا الـ axioms of inequality relation، يعني الـ properties بتاعت الايه؟ الـ inequality. لو انا عندي two sides A and B، لو جيت عملت addition لquantity C حطيتها على السايد A وعلى السايد B، طبيعي هتلاقي ان ال A plus C is still greater than ال B plus C. عندي هنا ال A اكبر من ال B، حطيت ال C هنا وهنا، يبقى لازم ال A plus C هتكون greater than ال B plus C. طيب لو جيت عملت subtraction عندي ال A greater than ال B، لو جيت عملت subtraction لل C من ال A وعملت subtraction للC من الB، لازم هتلاقي الA minus C still greater than الB minus C، ده طبيعي. طيب لو عندي A greater than الB وعندي C is positive quantity يعني greater than zero، يبقى لما اجي اعمل multiplication الAC لازم يكون greater than الBC، كلها حاجات logic، يعني كل الكلام ده logic. طب لو عندي A اكبر من B والB اكبر من C، يبقى لازم يكون الA greater than مين؟ السي، ده another logic statement، يعني حاجات مش ما فيش فيها صعوبات. طيب هنا عندي الA greater than الB والسي greater than الD، يعني الA والسي الاثنين الكبار والB والD الاثنين الصغيرين، يبقى لو عملت الA plus C لازم يكون greater than الB plus الA الD. طبعا كلهم الفايف axioms دول ما فيش فيهم اي مشاكل خالص، كلهم سهلين ولوجيك. طيب تعالوا مع بعضينا نشوف example 1 ونشوف ازاي المسائل بتيجي على الليسون ده. Example 1 بيقول لي in the opposite figure بيقول لي if B and C belong to AD، عندي ال B وال C الاثنين دول موجودين على ال line segment AD such that، بيقول لي ال AB greater than CD، يعني الحتة دي كده أكبر من الحتة دي كده. بيقول لي prove that إن ال AC كلها greater than ال BD كلها. في الدرس ده انت هتتعامل مع المسائل دي عن طريق ان انت تعمل adding or subtracting لسكشن في الرسم عندك، يعني في المسائل اللي زي دي كده في line segment هتعمل addition لline segment على التو sides، لان احنا اتفقنا هنا
انا عندي تو سايدز، لو جيت عملت اديشن لذا سيم كوانتيتي على التو سايدز الريليشن هتبقى معاك ستيل ترو. لما نيجي نطبق الكلام ده على المساله دي، انا عندي الاي بي اهي والسي دي اهي. لو جيت تبص على السكشن ده اللي هو السكشن بي سي، لو جيت عملت له اضافه على الاي بي يديني مين؟ الاي سي كلها اللي هو عايزها. ولو جيت عملت دي اضافه على السي دي يديني مين؟ البي دي كلها اللي هو ايه؟ اللي هو عايزها. يبقى هنقول الاتي في البروف، هنقول ان سينس ان الاي بي از جريتر ذان السي دي، هنقول هنا ذان الاي بي بلس بي سي is greater than CD plus BC. عملت addition لذا same quantity اللي هي BC على ايه؟ على الطرفين، وبالتالي الـ relation is still true. لما نيجي نبص للـ AB plus BC يديني مين؟ الـ AC كلها. يبقى then الـ AC كلها is greater than هنا الـ CD، اما احط لها الـ BC يديني الـ BD ايه؟ الـ BD كلها. طبعا مسائل سهلة جدا، الليسون مش هتلاقي فيه اي صعوبات ان شاء الله، مسائل زي ما انت شايف بتتحل في سطرين ثلاثة. طيب نيجي نشوف اكزامبل 2. بيقول لي if the measure of angle ADB is greater than ABD، يعني دي greater than دي. ايه كمان؟ the measure of angle CBD CBD، خد بالك هنا less than، يعني دي less than مين؟ CDB less than دي، يعني دي اكبر من دي ودي اكبر من دي. عايز يعمل ايه؟ بيقول لي بروف ان الميجر اوف انجل اي دي سي دي كلها اكبر من مين؟ من دي كلها. ده شيء طبيعي، واحده اكبر من الثانيه ودي اكبر من دي، يبقى الاثنين الكبار يبقى لازم يكونوا اكبر من الاثنين ايه؟ الصغيرين. دي الاكزيوم اللي فوق اللي هي اكزيوم 5. يبقى انا عندما اكتب بروف اقول ايه؟ اقول سينس ان الميجر اوف انجل اي دي بي جريتر ذان الميجر اوف انجل اي بي دي، يعني دي اكبر من دي، اند الميجر اوف انجل هنا بقى نعدل دي اجيب دي الاول سي دي بي از جريتر ذان الميجر اوف انجل سي بي دي. تمام، يبقى ذان لما اعمل اديشن لدي بلس دي لازم يطلع جريتر ذان دي بلس ايه؟ بلس دي. يبقى ذان الميجر اوف انجل اي دي بي plus the measure of angle CDB هيبقى greater than the measure of angle ABD plus the measure of angle CBD. طيب الاثنين دول عندي يبقوا مين؟ يبقوا عندي ADC. يبقى then the measure of angle ADC هيبقى greater than الاثنين دول اللي هم مين؟ ال ABC. الميجر اوف انجل اي بي سي. نيجي نشوف مع بعضينا اكزامبل 3. بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، بيقول لي الميجر اوف انجل اي بي سي دي كلها جريتر ذان الميجر اوف انجل اي سي بي جريتر ذان دي كلها، اند البي دي ايكوال دي سي. بيقول لي بروف ذات الاي الميجر اوف انجل اي بي دي جريتر ذان اي سي دي. عايز اثبت ان دي كده اكبر من مين؟ من دي كده. طيب اولا انا عندي دي كلها اكبر من دي كلها، وده ايزوسلس ترينجل يعني دي قد دي. يبقى لو جيت اعمل سبتراكشن للانجل دي من دي كلها والانجل دي من دي كلها لازم يطلع ان دي جريتر ذان ايه؟ دي. يبقى هنا هنقول ان ترينجل بي دي سي سينس ان البي دي بتيكوال السي دي، يبقى then the measure of angle DBC هت equal the measure of angle DCB. تمام؟ و since n the measure of angle ABC is greater than the measure of angle ACB ده given، زين نعمل سبتراكشن بقى الميجر اوف انجل اي بي سي ماينس الميجر اوف انجل دي بي سي، يعني الاي بي سي كلها ماينس الدي بي سي ماينس الحته دي لازم يكون جريتر ذان
الميجر اوف انجل اي سي بي اللي دي كلها ماينس ايه الحته دي ماينس الميجر اوف انجل دي سي بي دي ماينس دي يديني مين الاي بي سي ماينس الدي بي سي يديني اي بي دي يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي دي هيبقى جريتر زين الميجر اوف انجل اي سي دي زي ما انت شايف حلك للمسائل بتاد لاين سيجمنت او بتسبتراكت لاين سيجمنت او اعمل ادنج لانجلز او سبتراكتنج لانجلز طيب نيجي نشوف هنا بيقول لي ريمبر ذات دي بتيجي في الكومبليت الميجر اوف اني اكستيريور انجل اوف ا تريانجل يعني لو عندي الاي بي سي ادي تريانجل اهو ادي الاكستيريور انجل بتاعته مالها دي بيقول لي is greater than the measure of any interior angle of the triangle except its adjacent angle كل دول اسمهم interior angle جوه التريانجل ده طب احنا كنا واخدين السنه اللي فاتت ان الاكستيريور انجل دي كانت بتيكوال ايه كانت بتيكوال sum of two non adjacent angles يعني دي بتيكوال المجموع بتاع الاثنين اللي هم non adjacent اللي هي دي وايه ودي طب انا هنا بيقول لي ايه بيقول لي الانجل دي لازم تكون جريتر ذان دي او ايه او دي وده طبيعي لان الدي بتيكوال ايه الاثنين دول بلس بعضيهم طيب بيقول لي ما عدا مين ما عدا دي طب اشمعنى دي هل ده معناه ان ممكن دي تكون في وقت من الاوقات اكبر من دي اه ممكن ممكن ازاي دي هي هنا جايه لي اوبتيوز ممكن دي تجي لي اكيوت دي لو جات لي اكيوت يبقى اللي جنبها هتكون ايه هتكون اكبر منها ومع ذلك برضك هتكون greater than دي او ايه او دي طيب نيجي نشوف مع بعضينا كده الاكزامبل ده بيقول لي in the opposite figure ال a b c d is a parallelogram parallelogram يعني ايه يعني ده كده parallel مين parallel ده كده وده كده parallel مين parallel ده كده بيقول لي and the e belongs to ال c b بيقول لي prove that the measure of angle a b e greater than the measure of angle ACD greater than ACD عايز دي greater than دي طب انا عارف ان دي greater than دي او دي طيب وعندي ده parallel ده يبقى الانجل دي equal الانجل دي عشان الاثنين ايه alternate نحلها ازاي هنحلها كده هنقول since ان الانجل ABE is an exterior angle for the triangle ABC يبقى زين the measure of angle ABE is greater than the measure of angle BAC تمام ودي كده نمبر 1 وسنس ان ال A B C D is a parallelogram يبقى زين ال A B is parallel to ال C D تمام طيب وسنس ان ال A B is parallel to ال C D and ال AC is a transversal يبقى زين ال measure of angle BAC ده هيequal معايا ال measure of angle ACD ليه؟ عشان هما الاتنين alternate angles ودي نخليها ايه ودي نخليها 2 يبقى from 1 and 2 يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي اي هتبقى جريتر زين الميجر اوف انجل اي سي دي تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السلكتد اكسرسايز على ليسون
6 او ليسون 1 في يونت 5. بيقول لي complete each of the following by right greater than or less than. بيقول لي in the opposite figure. بيقول لي السي عندي belongs to ال A, ال C وال B belongs to ال A دي straight line such that. المعلومة اللي مدهاني مديني ان ال DC ديت less than ال AB. طيب ال AC كلها بقى ايه علاقتها بال B دي؟ لما تيجي تلاحظ تلاحظ الآتي. تلاحظ ان احنا عملنا summation او عملنا addition او اضفنا ال BC لكل من ال A B وال A وال DC. فطبيعي ان تكون دي كلها greater than ال A ال B دي. يبقى ال AC is greater than ال A ال B D. طيب نيجي هنا في ال opposite figure ده. هو مديني ان ال AB ال AB كلها greater than ال C دي كلها. لما تيجي تلاحظ تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان احنا اخدنا السكشن ده من الاثنين، شلنا الحته دي من الاي بي كلها يبقى الحته دي، شلنا السي بي من الحته دي كلها يبقى البي دي، وبالتالي الاي سي هتبقى ايه؟ جريتر ذان البي دي. طيب في الاوبوزيت فيجر ده هو مديني مجموعه جيفن انفورميشن. بيقول لي الميجر اوف انجل اكس سي بي، اكس سي بي ايه علاقتها بالانجل اي سي واي؟ خد بالك انا عندي انجل اهي جريتر ذان الانجل دي. طب دي ذا سيم انجل عملنا لها اديشن، مره على دي اداني الاي سي واي ومره على دي اداني البي سي اكس. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاي سي واي لازم تكون اكبر من البي سي اكس. يعني الاكس سي بي هو بادئ بدي يبقى ليس ذان الاي سي واي. زي ما انت شايف الليسون عباره عن لوجيك، يعني حاجات كلها لوجيك. طب نيجي هنا في الاوبوزيت فيجر زي ما انت شايف. طبعا انت شايف هنا ايزوسلس ترينجل، يبقى دي كده قد ايه؟ دي قد دي. وهو بيقول لي الميجر اوف انجل دي بي سي، دي بي سي اللي هي الانجل دي ليس ذان دي. طيب لما تكون دي ليس ذان دي وهنعمل اديشن لذا سيم انجل على الاثنين، ايه العلاقه ما بين دي ودي؟ يبقى لازم تكون دي اكبر. يبقى الاي دي سي جريتر ذان اي بي سي، يبقى الاي بي سي ليس ذان اي دي سي. طب نيجي هنا مديني الاي بي قد مين؟ قد الـ AC. والـ AY كلها أكبر من الـ AX. العلاقة ما بين الـ CY والـ BX؟ طبعًا لما أجي أعمل سبتراكشن للـ AC من هنا وأعملها من هنا، لأن الـ AB قدها، لازم يديني السكشن ده جريتر ذان السكشن ده عشان الـ AY كلها جريتر ذان الـ AX. يبقى الـ BX إيه علاقته بالـ CY؟ يبقى ليس ذان الـ CY. اللي بعديها في الاوبوزيت فيجر بيقول لي الميجر اوف انجل 1 جريتر ذان الميجر اوف انجل 3 والانجل 2 جريتر ذان الانجل 4. يبقى ايه علاقه الاي بي سي بالاي سي بي؟ طبعا سهله جدا، دي اكبر من دي ودي اكبر من دي. يبقى الاثنين الكبار لازم يكونوا اكبر من الاثنين الصغيرين. يبقى الاي بي سي از جريتر ذان الاي سي بي. بروبلم 7 بيقول لي الاي بي سي از ا تراينجل والسي بت بلونجز تو البي دي والواي بت بلونجز تو السي دي. ايه اللي بيقول لي عليه؟ بيقول لي الميجر اوف انجل اي دي واي، اي دي واي خد بالك دي الاكستيريور، مالها؟ ايه علاقتها بالدي اي سي؟ بالدي اي سي ايه علاقتها بدي؟ لازم تكون اكبر منها طبعا، يبقى جريتر ذان. طيب الاي بي سي، الاي بي سي اللي هي دي، ايه علاقتها بالاي دي واي؟ لما تيجي تبص الاي دي واي عباره عن اكستيريور للاثنين دول في الترينجل الصغير، وعباره عن اكستيريور للانجل دي والانجل دي في الترينجل الكبير اي بي دي. يعني الاي دي واي هتلاقيها برضك جريتر ذان الاي بي سي. طب نيجي هنا لاكسرسايز 2. بيقول لي يوز ذا اوبوزيت فيجر تو ارينج الجيفن ميجرز اسندنجلي هوير البي والسي والدي والاي ار كولينير، يعني كلهم ايه؟ على خط واحد. طيب انا عندي التراينجل ده واضح ايه؟ خد بالك ان ال 3 ديت اكستيريور بالنسبه لمين؟ لل 1 والايه؟ وال 2. بس ال 2 دي ادجيسنت، يعني ما ينفعش تكون ال 3 اكبر منها الا في حاله لما تكون اوبتيوز. ولكن ال 3 جريتر ذان مين؟ ذان ال 1. يبقى انا عندي 3 جريتر ذان مين؟ 1. طب 2 عندي اوبتيوز، يبقى لازم تكون ال 2 greater than mean 3. يبقى هنا ال 2 اكبر من 3 وال 3 اكبر من ال 1.
طب نيجي هنا بالنسبة للفايف، الفايف greater than ايه؟ الفور، عشان دي obtuse ودي acute، يبقى انا عندي الفايف greater than مين؟ الفور. الانجل فور تعتبر exterior angle بالنسبة لدي ودي، يعني الفور greater than السكس، يبقى هنا الفور greater than الانجل كام؟ الانجل 6. طب تعال نشوف الانجل 7. الانجل 7 المفروض ان هي greater than ال 5، لان هي اكبر من، لان دي اكستيريور لمين؟ لدي ودي. اوكي، وممكن تكون اكبر من ال 6 في حاله لما تكون اوبتيوز، وهي بالفعل greater than الايه؟ ال 6، يبقى ال 7 greater than مين؟ ال 5. طيب تعال نشوف الايه؟ الاوبزيت فيجر الرينج الجيفن ميجرز. اول حاجه الميجر اوف انجل 1 والميجر اوف انجل 3. طبعا ال 3 greater than ال 1، يبقى هنا دي الميجر اوف انجل 1 less than الميجر اوف انجل 3. 2 و 4. خد بالك بقى، ال 2 عندي اكستيريور بالنسبه لمين؟ لدي ودي، يعني ال 2 greater than مين؟ ال 4. طب نيجي هنا ال 5 وال 3. ال 5 دي عباره عن اكستيريور لمين؟ للاثنين دول، يبقى ال 5 greater than ال 3. ال 2 وال 6، تعال نشوف ال 2 وال 6، المفروض عندي ال 2 greater than ال 4 وال 4 greater than الايه؟ ال 6، لان ال 2 دي اكستيريور لمين؟ ال 2 دي اكستيريور في الترينجل اي سي دي، يعني اكبر من دي او اي او دي، يعني ال 2 اكبر من دي، وال 4 اكستيريور فين؟ للترينجل ده، يعني ال 4 اكبر من دي او دي، يعني ال 2 greater than ال 4 وال 4 greater than ال 6، يبقى العلاقه ما بين ال 2 وال 6 ال 2 greater than الايه؟ ال 6. نيجي نشوف هنا الميجر اوف انجل 3 والميجر اوف انجل 1. انا عندي هنا ال 3 اكبر من مين؟ اكبر من ال 1، عشان اكستيريور لمين؟ للتراينجل ده، اكبر من الاثنين دول، وال 5 اكستيريور لمين؟ للتراينجل ده، اكبر من الاثنين دول، يعني ال 5 جريتر ذان ال 3 جريتر ذان مين؟ ال 1. هو بيقول لي ميجر ايه؟ اسندنجلي، يبقى انا عندي هنا الانجل 1 هتبقى ليس ذان الانجل 3 ليس ذان الانجل ايه؟ الانجل 5. طب 3 و 5 و 7، طبعا هنا طبعا 3 ليس ذان ال 5 وال5 less than الايه؟ ال7، يبقى هما كده كده مترتبين، يبقى دي كده less than دي كده وless than دي ايه؟ دي كده، لان دي اكستيريور اللي ده اكبر من دي، ودي اكستيريور اللي ده يبقى اكبر من الاثنين دول، يبقى ال7 greater than ال5 greater than ال3. طب نيجي هنا 3 و1 و7 و5، انا عندي ال3 greater than الايه؟ ال1 زي ما جبناها في الاول، وال7 greater than الايه؟ ال5، وال5 greater than مين؟ ال3. يبقى مين اقل واحده فيهم؟ اقل واحده فيهم ال1 زين ال3 زين ال5 زين الايه؟ ال7. نيجي اللي بعد كده، بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر زي ما انت شايف، بيقول لي الدي ميد بوينت، بيقول لي بروف ذات الاي سي جريتر زين الاي اي. طيب الترينجل اللي انت شايفه ده من درس الايزوسلس، في عندك معلومتين مهمين قوي. في عندك ان الاي دي ده ميديان نازل بربنديكولار في الميد بوينت، ده معناه ان ال اي بي ايكوال ايه؟ اي سي، يبقى ان ترينجل اي بي سي سينس، هنكتب بقى الايه المعلومتين دول، سينس ان ال اي دي بربنديكولار على البي سي، اند ايه كمان؟ السي دي بي ايكوال ال دي بي، يبقى زين ال اي سي هيبقى قد مين؟ ال اي بي، وايه كمان؟ والانجل دي ايكوال الانجل دي، ودي انا مش محتاجها دلوقتي. طب لما يكون ال اي سي قد ال اي بي، ورحت انا واخد من ال اي بي الحته اللي اسمها اي بي، يبقى طبيعي يكون ال اي سي اكبر من ال اي من ال اي اي، يبقى زين على طول ال اي سي لازم تكون جريتر زين ال اي بي، لو شلت منها ال اي بي يبقى زين ال اي سي جريتر زين اي اي. المساله اللي بعد كده بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر ال اي بي سي دي باريوجرام، يعني ده بارل ده وده كده بارل ده كده، وبرضك ده ايكوال ده وده ايكوال ده، ومديني الاكس بتبلونجس هنا والواي بتبلونجس هنا. بيقول لي such that الدي اكس، الدي اكس less than بي واي، يعني الحته دي اقل من الحته دي. بيقول لي بروف ذات الاي اكس لو عملت لها بلس الاي بي تبقى اكبر من السي واي لو عملت لها بلس السي دي. نبدا مع بعضينا، هنقول سنس ان الاي بي سي دي از ا باريوجرام،
يبقى زين ال A دي هيقوال معايا مين؟ ال A دي كله هيقوال معايا مين؟ ال B C. اوكي يعني ده كله ايكوال ده كله. طيب وانا عندي ان ال DX لزن مين؟ ال DX لزن ال BY ده جيفن. يبقى لما اشيل ال DX من ده كله يديني مين؟ يديني AX. يبقى زين لما اشيل انا ال A دي كلها لما اشيل منها حتة صغيرة هتبقى اكبر من نفس القيمة سي بي لما اشيل منها حتة كبيرة. يبقى زين ال A دي ماينس ال دي اكس، خد بالك دي حتة صغيرة، دي اقل من دي ودول قد بعض، يبقى لما اشيل حتة صغيرة من دي يبقى لازم يبقى اكبر من ال بي سي ماينس مين؟ ال بي واي. طب ال A دي ماينس دي اكس يديني مين؟ يديني اي اكس. يبقى ال A اكس هنا جريتر زين مين؟ ال بي سي ماينس ال واي بي يديني السي واي. اوكي نعمل دي كده ايه دي 1. طب خد بالك احنا عايزين نزود هنا مين؟ ال A B والسي دي، وسنس ان ال A B ايكوال ال C D دي بتاعت البروبرتيز اوف البروجرام، يبقى فروم 1 اند 2 يبقى ال A X بلس ال A B هيبقى جريتر ذان ال C Y بلس ال C A ال C D. بروبلم 10 بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر، زي ما انت شايف مديني ال B بتبلونجز تو الستريت لاين هي وال C، بيقول لي الميجر اوف انجل A C B الانجل دي كده جريتر ذان ال A B C جريتر ذان دي. اوكي وبيقول لي ال B X بيبايسكت الانجل دي يعني دي قد دي، وال C Y بيبايسكت دي يعني دي قد دي. بيقول لي بروف ان ال A B X A B X الانجل دي جريتر ذان A C Y. طب ابداها ازاي؟ انا عندي دي جريتر ذان دي، طب ودي كلها 180 ودي كلها 180، يبقى لما اعمل سبتراكشن فروم ال 180 حاجه كبيره اللي هيبقى لي هيبقى اقل من لما اعمل سبتراكشن من ال 180 حاجه صغيره، يبقى لازم يكون ان هيطلع لي دي لزن ايه لزن دي. يبقى سينس ان الميجر اوف انجل اي سي بي جريتر ذان الميجر اوف انجل اي بي سي، يبقى زين 180 ماينس الميجر اوف انجل اي سي بي ال 180 اشيل منها دي، ايه علاقتها بال 180 لما اشيل منها الايه الميجر اوف انجل اي بي سي؟ طبيعي لما يكون دي اكبر من دي واجي اخد دي من ال 180 اللي يتبقى يبقى لزن مين؟ لزن دي. طيب مين اللي يتبقى؟ يتبقى ال ACE، يبقى ال measure of angle ACE هيبقى لزان ال measure of angle ABD. اوكي طيب انا عندي ال CY بيبايسكت الانجل دي وال BX بيبايسكت الانجل دي، يعني ايه كلمة بايسكت؟ بايسكت يعني divided to، يبقى ال measure of angle ACE divided to هيبقى لزان الميجر اوف انجل اي بي دي divided to. طب الميجر اوف انجل اي سي اي divided to يديني مين؟ يديني الاي سي واي، يبقى الميجر اوف انجل اي سي واي هيبقى لزان الميجر اوف انجل الناحيه الثانيه اي بي اكس اي بي اكس، او بمعنى اخر نعكس الاثنين دول مكان بعض عشان يبقى زي ما هو عايزها كده. يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي اكس هيبقى جريتر زين الميجر اوف انجل اي سي واي. نيجي نشوف اللي بعد كده. اكسرسايز 12 بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر الاي بي سي از ا تريانجل ان ويتش الميجر اوف انجل بي دي كلها جريتر زين اي جريتر زين سي. دي اول معلومه عندي اللي حبني عليها كل الانيكواليتيز وانا ماشي. يقول لي وعندي ال A D ده بيبايسكت مين؟ ال B A C يعني الانجل دي قد الانجل دي. بيقول لي بروف ان ال A D C الانجل A D C A D C اللي هي دي دي اوبتيوز انجل. طيب انا عندي الانجل دي جريتر ذان مين؟ دي، والاثنين دول قد بعض، يبقى لما احط دي على دي تبقى اكبر من ايه؟ من دي على دي. اوكي ودي بتكمبلمنت دي ودي ودي بتكمبلمنت دي ودي، يبقى واضح ان دي
لازم تكون 180 ماينس الكبيره ودي 180 ماينس الصغيره، يبقى لازم الانجل دي تكون اكبر من الانجل دي. ولما يكون تو انجلز والاثنين 180 وواحده اكبر من الثانيه، يبقى لازم تكون فيهم واحده اوبتيوز وواحده اكيوت. ما هما واحدة أكبر من التانية يا الاتنين قد بعض، لو الاتنين قد بعض يبقى الاتنين رايت، لو واحدة أكبر من التانية يبقى لازم تكون واحدة أوبتيوز وواحدة أكيوت عشان الاتنين يوصلوا لمين؟ لـ 180. تعال نشوف نكتبها مع بعضينا ازاي. Since إن الـ measure of angle B is greater than الـ measure of angle C، دي أكبر من دي، and الـ measure of angle BAD بتيكوال معايا الميجر اوف انجل سي اي دي، يبقى زين لما اجي اعمل سميشن للاثنين دول لازم يطلعوا اكتر من الاثنين دول. الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل بي اي دي لازم يطلع جريتر زين الميجر اوف انجل سي بلس الميجر اوف انجل سي اي دي. طيب لما اجي بقى اشوف الانجل دي والانجل دي، الانجل دي عباره عن ايه؟ عباره عن 180 ماينس دول، والانجل دي عباره عن ايه؟ 180 ماينس دول. يبقى انا لما اقول 180 ماينس الحته دي اللي هي الميجر اوف انجل بي بلس الميجر اوف انجل بي اي دي، اوكي، والناحيه الثانيه ال 180 ماينس الميجر اوف انجل سي بلس الميجر اوف انجل سي اي دي، تعال نشوف ايه العلاقه. انا عندي دي اكبر من دي، طيب ال 180 شلت منها حته كبيره وهنا ال 180 شلت منها حته صغيره، يبقى لما اشيل منها حته كبيره تبقى لزان لما اشيل منها حته ايه؟ صغيره. يبقى الاي بي دي يبقى زين الميجر اوف انجل اي دي بي لازم تكون لزان الاي دي سي. وسنس ان الميجر اوف انجل اي دي بي بلس الميجر اوف انجل اي دي سي ايكوال 180، يبقى زين الانجل اي دي سي لازم تكون از ان اوبتيوز اي انجل. زي ما انتم شايفين الرسم سهل جدا، مفيش فيه اي مشاكل. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 6 اللي هو ليسون 1 في يونت 5. يا رب تكونوا فهمتوه كويس، مفيش اي مشاكل. كل اللي انت بتعمله في الليسون بتاد انجلز اور بتسبتراكت انجلز، وبتاخد بالك كده من بعض الحاجات اللوجيك اللي ممكن تساعدك في حل الايه، في حل المساله. وبالتوفيق ان شاء الله.